شكرا. إذا معز، الخبر خبر اليوم، خبر حصري للجزيرة الرياضية. المنتخب الجزائري سينتقل إلى جنوب أفريقيا من دون اللاعب مراد مجني الذي كما تعلمون يعاني من إصابة منذ مدة في ركبته. تم اتخاذ القرار اليوم. مراد مجني التقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد محمد روراوة، أبلغه القرار، أفهمه بأن الأمور تعود إلى ركبته وإلى صحته أيضا، وبأنه في هذه الحالة الصحية لا يمكن له الانتقال إلى جنوب أفريقيا. الحصرية الآن أيضا مع مراد مجني المتواجد معنا مباشرة هنا في كرومونتانا للحديث عن هذا القرار، عن شعوره بعد هذا القرار. مراد مساء الخير. لقد علمت منذ حين أنك لن تذهب إلى جنوب أفريقيا مع الفريق الجزائري. كيف لقيت هذا الخبر؟ كيف تلقيت هذا القرار؟ أنا متأكد تماما، أنا حزين جدا، هذا أكيد، لأن منذ أشهر وأنا أكافح، منذ أشهر وأنا أحارب هذا الجرح، هذه الإصابة، وأنا لم أبرأ على تماما، لم أشفى تماما صحيح، وهنالك كثير من المجازفة لو ذهبت، وقد تتعفن الأمور أكثر فأكثر، وقد أخذ القرار ولابد أن أقبله وليس لي خيار في ذلك. هم يعرفون ماذا يفعلون، هم أطباء، والطبيب أعطى رأيه بصفة نهائية على إصابتي. هنالك كثير من المجازفة لو ذهبت، وقد ربما قد أصاب وتصبح الأمور معقدة أكثر فأكثر. مغاد لقد رأينا كثير من الحزن حتى على وجه رئيس الاتحاد عندما أعلمك بذلك، وحتى في المجموعة الذين تأثروا، الزملاء الذين تأثروا كثيرا، ونحن أيضا الصحفيون لقد تأثرنا كثيرا بهذا الخبر. الطريقة التي تلقيت بها الخبر، كيف رأيت ذلك؟ الطريقة مثل ما كل خبر صعب الذي يتلقاه الإنسان، أنا حزين جدا، وهذا هو ما يمكن أن أقوله. وأعرف أنني أعيش وسط عائلة كبيرة، أصدقائي، وأنا لا محالة مرتاح، لأنهم تقاسموا معي هذا الحزن، وتقاسموا معي هذا الأسف الذي نزل علي والذي أعيشه الآن. ولكن للأسف الشديد لابد أن نقبل. أنا حزين، أقولها مرة أخرى، ولكن الحياة تتواصل، وأتمنى أن تتواصل، وأتمنى أن نترشح إلى الدور الثاني. الآن مراد سوف نحاول أن نطوي هذه الصفحة ونتكلم عن المستقبل. الآن سوف تجري العملية الجراحية؟ أكيد، هذا أكيد، بأن الأمر يتطلب ذلك، وهذا ما كان يجب أن نفعله. لقد حاولنا كل المحاولات التي تمكن من تفادي هذه العملية وإرجائها إلى بعد مباراة كأس العالم، ولكن الأمور تطورت بشكل سلبي ولم تمشي الأمور كما أريد، وأعتقد أنه الأسرع يكون الأحسن. إذا لم تقم بهذه العملية أثناء كأس العالم، لن تكون في المجموعة. مثل ما قلت لك منذ حين، أنا جسمانيا لن أكون معهم، ولكن بقلبي أنا معهم، أنا مع المجموعة. شكرا جزيلا مراد. إذن كان معنا مراد مجني معز، الطاقم الطبي إذن في المنتخب الجزائري لكرة القدم اتخذ قراره. الصور الحصرية التي شاهدتموها عبر الجزيرة الرياضية لإبلاغ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة لقرار الطاقم الطبي وأيضا الفني للمنتخب الجزائري بقرار عدم المغامرة والمجازفة أيضا بمراد مجني في هذا المونديال. هذا هو خبر اليوم حصري من كرومونتانا معز.